ببيوتي باي ليلى عبيد. اليوم رح نحكي عن تاتو، هالقرار لما ناخده يلا ما بنعمل تاتو قرار صعب، لأنه بيرفقنا مدى الحياة، حتى لو يعني بنقول أنه تاتو بينمحى مع الوقت ولكن مش كليا أبدا، وممكن يغير معالم الوجه، وهذا اللي رح نحكي عنه اليوم بالتحديد. أهلا وسهلا فيك. Good morning. يعني أنت كنت عم تشددنا على كل حلقة بالهواء شوي أنه مش بس بيغير معالم الوجه والشخصية كمان. صحيح، في كتير dream of wants، يعني نحنا منقول لحالنا أنه بدي حدد معطيات معينة بدي إياها. بالحياة العادية حتى كاركتيرك ما فيك تحددي كل شيء بتحبيه أنك تعملي، أحياناً بتميلي أنك تعملي شيء بتاخدك عاطفتك فيه، ولكن ما بتفكري بأي شيء أذا معقولة تتركي، قديش معقول هالاشياء تشوه بشخصك بالكاركتر او بالغير. هيك التتواج لازم نفكر فيه بالطريقه ذاتها، لازم يكون في عنا وعي انه نحن منشوه كاركترنا، منشوه البيرسوناليتي تبعنا والناس اللي حوالينا كيف بيشوفونا، لانه هيدا عنده انعكاس لبعدين بيكون سيء. اخذوا كثير اشخاص اشكال معينه بحواجبهم، كان عندهم دريم اوف وانتس مثل ما قلنا، كان بدهم يغيروا استيتيكلي حسب العمر. يعني بكون عندي مرحله من عمري عم حس حالي بلش يقشط وجهي، بقرر انه اعمل بيرمننت اي براوز طلوع، او اذا كان وجهي حسيت انه الموضه بتقول لازم يكونوا مسحوبين بهالطريقه بروح باخذ هالاتجاه. الكوزماتيك تاتو منه هيك، لازم يكون في جلسة للسكتش للوانتس، لنعرف نحنا قديش بدنا يكون دوام هيدا هالتاتو، ونعرف نحنا إذا بدنا نصلح بطريقة نضلنا نشوف حالنا طبيعيين. هالشي هيدا جربت أني أحط صور اليوم لحتى نشوفها سوا، وهي بتعطي شوية تفاصيل أكتر عن معطيات معينة لازم نحكيها. هيدا بعض الأشخاص، هيدا البيفور ما كان عنده حواجب، والآفتر عمل تزيح بسيط لحتى تحدد حاجبها. يمكن هيدا ما بيتسمى خطأ، ولكن شوف الفراغ يلي بالعين، ما فيها دفى، ما فيها كاركتير، ما استفادت كثير يعني بين اول سيره والثانيه، بس ما وقعت بفخ الموضه، وهيدا من الاخطاء البسيطه يلي بنرجع بيصير فينا نصلحها. نحن هون عم نشوف مش ذا بيرفكت ايبروز، عم نشوف الناس شو معقوله تعمل. هون شو معقوله نعمل؟ نعطي سميكه باول الحاجب، وعند الانجل بنتركها رفيعه، ومنمدها اوطى شوي، ما بنعلي هالقد تما نعطي هالفراغ بالعين لانه الرموش قليل. بينما منشوف بالصورة الثانية، هون عم نشوف الحاجب كمان ما عنده موقع مزبوط، تم رسمه بطريقة بسيطة انه حددنا، ولكن هون كمان لازم يكون اوطى، ولازم يكون في نوع من الاتجاه للبوب العين، انه ناخذ اخر الاكستريميتي تبعها ونحدد الانجل، ما يكون الانجل بمكان ما له دخل بالعين. بس هون على الاكيد شفنا تحول، يعني تحول ولكن مرتب. هيدي هون عم نشوف ما في اخطاء كتير قوية. بينما بالستيب 2 يلي رح نشوفه، لأنه نحنا لازم ناخد into consideration شكل الوجه، هيدا الشيء اللي بدنا نحكي عنه. Every case analysis for size and shape. ليش؟ إذا عم نشوف الأوفل، عم نشوف السكوير، الريكتانجل، الانفيرتد تريانجل والراوند. هون البرسوناليتي أدفايس إلى دخل بالرياليستيك، إنه نكون عنا ديتيرمن لشو هالبراو بدها، مش للدريم. وبذات الوقت السكتش بياخد يونيك لكل شخص، يعني هون كل شخص يونيك لإله. الأدجستمنت بدها تكون يا إما تو ثين يا إما تو ثيك، لا بدنا نشوف شو اللي لازم نعمله، والأوبسيشن يلي عند الشخص بدنا نطلع منه،
وننسى الفاشن وناخذ هالاشكال ومنها نروح ونقول شو الماجوريتي يلي لللوك هون لحتى يلي الكل بده اياها بكل هاللوك اللي عم نشوفه كله بده يكون مور اتراكتيف، بس بيبقى انه الحاجب هو كتير كروشل. وهون لازم نفهم انه ما فينا ما نعمل هالخوف انه كيف منحدد حاجبنا، لانه في ستاندرد شيب للبراوز مش للموضه. اذا حسب شكل الوجه، كبر صحيح. الوجه المسافه صح. بين العين والجبين يعني كتير مهم يلي قلتي، وبزيت الوقت هيدا جزئين بناخده بالميك اب شكل البلاش بهالاشكال وبشكل الحاجب. يعني دائما بندرس شكل البلاش حسب اذا تريانجل ولا اوفل ولا سكوير، وبذات الوقت بنشوف شوفي هون دائما برسم مع الحاجب شكل البلاش. بهال بالاوفل اذا كنا اخذنا سلايتلي ابوردز من الان مثل ما عم تشوف بهالميل خففنا من الراوند لوك تبع الوجه، بينما بالجهه اليمين كان عم ينحط ستريت، وهيدي من الاخطاء. بنشوف بالصوره الثانيه اخطاء ستريت، خطا ستريت بهالشكل الوجه، بهالشكل الوجه لازم يكون اكثر متاخد لفوق لحتى نكسر هالشيب يلي هو سكوير. هون بالسكوير ما فينا نرسمه الا هيك بالسكوير، ما في عنا انه نقول بغلط او ما بغلط، لانه السكوير ما فينا نكسر السكوير الا هيك. بالراوند فيك الناس بتعمله ستريت وناس بتعمله هيك، اما انا بضلني افضل انه يكون دائما لان الجرافيتي بتاخذنا لتحت، خلينا نشوف حالنا باتجاه فوق. بس هون كمان الحاجب، يعني الحاجب انا هون اصريت انه ارسم الحاجب مع شكل البلاش، لانه الحاجب هو اللي بيعطينا كيف بدنا ناخذ. اذا سكوير بده يكون سلايتلي لبرا، مزيت شيء مثله مثل البلاش. بينما هون عم نشوف الريكتانجل، ريكتانجل بده يكونوا الاي براوز لينكسند، يعني ما فينا ما نطول الاي براوز، لازم الاي براوز نطولهم لحتى ناخذ من اللونجور يلي بياخده هو، انه نكون نحن عم نقدر نكسر. وهون الدبس كثير مهم، كيف نعطي دبس، مش ضروري نطول ونعطي سميكه كثير، نعطي اشياء بسيطه ويكون في عنا اتجاه مثل ما عم نشوف البلاش كيف اكستندد زيت الشي الاي براوز. الانفرتد تريانجل، عم نعرف بالتريانجلر شيب في التريانجلر وفي الانفرتد. بالتريانجلر ما في صعوبه كثير، بالانفرتد تريانجلر اللي بيكون جبين عريض والدقن رفيع، الاي براوز هون لازم يكونوا اقصر. وهون ننتبه كتير لانه يكون في اقصر يا كتير ناتشرال لينكس، لانه الناتشرال لينكس هو اللي بيعطينا جماليات لما بنكون عم نفكر بالحاجب. بينما بالصوره الثانيه اللي هلا رح نشوفها عم نجرب انه نعطي لكل حاجب تاتش خاصه فيه، وهالتاتش لازم نكون مبنيه على الشيب، مبنيه على الالوان يلي عم نختارها تما نوقع مثل ما عم نشوف هون. هون صار في وقعه لانه سيلكشن اوف كالر كان غلط، الشيب كان غلط، والفاجوسايتوتك يلي هي لها تاثير كثير بالكاباسيتي تبع الابسوربشن اوف كالر، هيدا الشيء لازم ننتبه له لانه هو مبعود يخلينا نقدر نصلح الحاجب للمستقبل. هيدي حسب الجلد يعني؟ مش حسب الجلد، حسب انت ما بتفوتي ماكسيموم لازم نكون عم نفوت 2 مليمترز مش اكثر. اقول حال شفنا كل الشيبس بس ما شفنا السمك الحاجب. هيدا اللي كثير كثير مهم نحكي عنه، الشيب له دخل بالسايز بالسميكه وبالاكستنشن، ودائما نقول انه قد ايه مهم نحن وعم ناخذ قرار للحاجب نقول نروح لايتر، فينا بالريتاتش نرجع نقوي نغمق، نروح برسمة أخف شوي لأنه فينا بالتاتو نرجع بعدين بالريتاتش نرجع نسمك. هون عم نشوف كمان حواجب كيف كانوا قبل التاتو وهون كيف صاروا. أنا ما فضلت يعني بعدها قبل شفتها أحسن من ما تكون معبية هالقد، والفاجوسايتوتيك يمكن كان بدها تعبية الفراغات مش تعبيه. انا كنت بشوفها شوي بس من قدام بعبيلها ثلاث اربع وبرات وما بعطيها هيدا الافتر. انا ما بحب الافتر يكون هالقد
دبس قوي ومثل ما عم تشوف هون بطل في طبيعه بالحاجب. مش هيك كتار بجربوا يعملوا وبره، بس مش معناتها كل يلي بيعمل وبره معناتها شوفي هون ما كثافه الوبر كمان خلص غطت ايه ما عاد شيء. شوفي هون الاحمر وبره وشوفي بعدين بني وبره، منه وبرات هيدا ما فيه جماليه، هذا تخطيط، هيدا تخطيط، وهيدا بعده اسمه تحت عالم التاتو البشع. ونحن بدنا نطلع، نحن فرجينا بحلقات ماضيه كثير تاتواج يلي فيه فراغ، يلي فيه هيك يلي لايت والوانه لايت، يلي هو بيعطي جماليات لما الشخص بيكون قريب من الثاني. ونحن دائما الاتراكشن هي لنا هي الرجل، بتطلع بنظره الرجل بحب يشوفها مور ناتشرال، بحب يطلع فيها يشوفها فيها تاتش حلوه، فيها عينين يمكن مكياجين بس فيها حاجب طبيعي اكثر. الصور كثيره قد ما يكون عندنا وقت رح نمرق بالصور الاخيره يلي شفنا انه فعلا هون التتواج غامق ويعني متمكن منيح من الحاجب، صح. في مجال لتصليح؟ ما هو حسب الفاجوسايكوتيك اللي كنا عم نحكي كاباسيتي، نحن بنقدر نفتح قديش فاتوا قدي نحن فينا نطلع. اذا فاتوا كثير اكثر من 2 ملم بالوان مختلفه منا اورجانيك، هون عم نرجع نشوف كنا عم نحكي عن شيء عن الراوند فيس، عم نرجع نحكي عن الحاجب. هون شوفي الباراليزم شوي بين الشكل البلاش والحاجب، عم نشوف كيف الاكستنشن دائما بيكون ستريت اكثر. معناتها مش كل الناس بنقول موضه استيتيكلي اني اروح انا واعمل تو درو ماي اي براوز. في نظريه الثلاث اتليت اللي حكينا عنها مره انا وياكي يلي هي بتحدد قد ايه لازم يكون في مساحه، وبذات الوقت نعرف قد ايه لازم نسمك ليضل الثلاث اتليت بروبورشنال. وما صار لنا وقت نحكي كثير عن الشفاف. وبالرسم الثاني هيدي الهوريزونتال هيدي الفيرتيكال، ذات الشيء لازم نعرف لازم نضلنا ضمن هالثلاث اتليت الاكستنشن تبع الحاجب اول الحاجب لحتى نكون دايما عم نعطي اللوك المناسب. اكيد رح نعمل حلقه ثانيه، انا دايما لكل موضوع بعطي اكثر من حلقه. شكرا لك ليلى، نحن رح نتابع بعد شوي نحن وياكم لايف، ببلشوا اتصلوا بارسلوا لناطرتكم لحتى تربحكم جوائز ناطره اتصالاتكم مع اسئلتها اللي دايما بنتعلم منها اشياء جديده، فكونوا على الموعد بعد هالبريك.